تسهيل التواصل بين المتعاملين الاقتصاديين من خلال أرضية تعاون، خطوة جديدة في قطاع الصناعة. 6 اتفاقيات شراكة تم إمضاؤها اليوم بمقر وزارة الصناعة والمناجم. هذه اتفاقية تاع انتر كلوستر، اتحاد لكلوستر كامل. كاين اتحاد كلوستر تمور، كلوستر بواسون، كلوستر طماط، كلوستر ميكانيك، كلوستر نيميريك. وهذا الاتحاد باش يسهل العمليه لاي كلوستر من الكلوستر هذا، فهمتي؟ والفؤاد روغروبي مع بعضنا، بيتاتر كلوستر دات يقدر يستعين بكلوستر بواسون، كلوستر بواسون يقدر يستعين بالكلوستر نيميريك، وانسي دو سويت. مؤسسات تنشط في مختلف المجالات الاقتصاديه طرحت انشغالاتها في أول جلسة عمل وتشاور تمهيداً لعقد جلسات عملية في مرحلة ثانية. لقاء اليوم هو لجمع مختلف هذه التكتلات التي تغلبت على صعوبات خلقها من أجل تجديد الارتباط معهم والتوقيع مرحلة ثانية من التعاون والدعم، وهو أمر ممكن بالنسبة لنا حالياً بفضل قانون الرقم 1702 المتعلق بتطوير الشركات الصغيرات والمتوسطة. التمويل، التسويق، المرافقة والتصدير أبرز العراقيل التي تواجه أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير إنتاجها. Actuellement, c'est l'accès au marché, le midan تاع المحروقات. C'est les problèmes de paiement, les gardiens, نشوفوا فيهم كل يوم. كاين عدة شركات اللي ما راهيش تخلص الخدامين، فقلنا لا، عطينا هاد النقط التعرقل اللي قاعدين نعيشوا فيها الآن، لازم يتحلوا الآن، وفيما يخص بصفة عامة الاستراتيجية، إن شاء الله بربي نهضروا عليها في دون اون دوزيام ايتاب. أوني سومي أن ريجيم سيكاتي اسكادي، وكنا قلنا للسيدة الوزيرة أنه المدة المعينة في هاد لي زاغريمون اللي هي سنة واحدة ما تكفيش، ماذا بينا تكون مدة متوسطة المدى ما بين 2 إلى 3 سنوات. الدفع بالشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار فيها وفق استراتيجية جديدة أولوية تفرض نفسها لإعادة بعث موارد جديدة وإنعاش الاقتصاد الوطني.